السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على كيكة بطبقات كتجي لذيذة بزاف، مكوناتها بسيط ومتوفرين في كل منزل. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال الكيكة اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا 4 ديال البيضات، الا كانوا كبار كديروا 3، كانوا صغار كديروا 4. عندي كاس ديال الزيت دائما العبار بكاس العنبة، كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيدة او سكر الخشن، ياغورت بنكهة الفاني فيه 110 غرام، عندي فاني 7 غرام ونص، و 16 غرام ديال خميرة الحلويات، جوج اكياس كل واحد فيه 8 غرام بالنسبه. وغادي نحتاج كذلك جوج كيسان ونص ديال الدقيق. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج كاس لاروب ديال اللوز اللي مهرمش، ها نتوما بالقشره ديالو ما محمر ما والو. عندي كيس ديال الكاكاو المر 7 غرام، جوج معالق كبار ديال جوز الهند اولا الكوك اللي محمر، ممكن ديروه بلا تحمر، انا ما بقاش عندي، بقى عندي غير هذا اللي محمر، جوج معالق كبار. وعندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال حبيبات ديال الشوكولات، ها هما كيف كتشوفوا. الا ما عندكمش حبيبات الشوكولات خذوا غير الشوكولات العادي وقطعوه طريفات صغيورين. صافي هادو هما المكونات. غادي ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. هنا غادي ناخذ واحد الزلافه فاش غادي نخلط الحشوه. هي الاولى كنديروا الكوك، حبيبات ديال الشوكولات، كاس مع مرش ديال اللوز مهرمش، ممكن ديرو قرقع، ممكن ديرو الزبيب. عندي كذلك هنا كاكاو المر، معلقه كبيره، غادي نخلط كل شيء مزيان، جميع المكونات نخلطهم ونخليهم على جنب على ما نوجدوا العجين ديال الكيكه. بالنسبه للكيكه غادي نهرس 4 ديال البيضات بحاره المطبخ. بسم الله. الا كان عندكم بيض كبير ديروا غير 3. غادي ندير واحد قبيصه الملح، غادي نزيد فاني، كاس ديال السكر سنيده، وغادي نطحن كلشي مزيان في الخلاط الكهربائي. صافي دابا راه طحن مزيان، غادي نزيد عليهم الزيت. ما يحتاجش انكم توقفوا الماكينه، انا غير على قبل التصوير داكشي علاش كنوقفها باش ما نصدعكمش. غادي نضيف كاس ديال الزيت وياغورت بنكهه الفاني اولا طبيعي اولا حتى بنكهه البنان. وغادي نطحن كلشي مره اخرى مزيان. صافي هو الخليط ديالي كله طحن مزيان، غادي نخوي في هذا الاناء. غادي نضيف جوج كيسان ونص ديال الدقيق، كاس الاول، غادي
غادي نخلط هادشي مزيان. دابا غادي نزيد جوج اكياس ديال الخميرات، وغادي نزيد كذلك نص كاس ديال الدقيق. وغادي نزيد نص كاس ديال الطعام، هانتوما كيف كتشوفوا الخليط ديالي كيف ولا. مازال غادي نخلطو حتى ما كيبانوش ليا ان شي كويرات بقاو ليا ديال الطعام. هانتوما صافي، دابا راه كلشي وجدتو. قال لي غندهن المول بالزبده، غادي ندهنها بالزبده ونرشو بالدقيق. حاولوا ندهنوا المول مزيان وندهنوا كاع الجناب. وكنرشو بشويه ديال الدقيق. دابا غادي نبداو على بركه الله نديروه في المول. غادي نديرو طبقه ديال العجين، طبقه ديال الحشوه، هذه اللي حضرنا في الاول. غادي نوريكم نقسموه على ثلاثه. نعاودو نتاكدوا انه مخلط مزيان. الافضل نجيب شي معلقه. كيف شفتوا انا درت الطبقه الاولى، غادي نديرها هكا باش تحرك، يعني تجي نفس الحجم. كناخذ الحشوه، بالنسبه لهاد الحشوه حتى هي غادي نقسمها على ثلاثه وكنرشها. غادي نمسح هذا الشيء اللي تخوى لي هنا باش ما يتحركش باش يكون تيطيب. غادي ندير دابا الطبقه الثالثه. شفتوا من الاحسن انكم تخدموا بالمعلقه، كتجي ساهله، كتحكموا فيها اكثر. غادي نزيد طبقة أخرى من الحشوة.
واخر حاجه غادي نزيدها هي الطبقه الاخيره اللي غتكون ديال هذا الخليط هذا. صافي دابا انا كملت، غادي ناخذ واحد اللاطه حيت عندي هذا المول هذا خفيف باش طيب على خاطرها، كناخذ لاطه كنديرها من تحته وغادي ندخلها للفران. الفران ما كنكونش مسخنه من قبل، درجه الحراره تكون متوسطه. في الاول كنشعل غير لتحت حتى كطيب كيكه كتبان لينا تنفخات، عاد كنشعلوا لها من الفوق باش تحمر لها الوجه ديالها. انا ما في هذه الكيكه هذه ما غاديش نشعل لها الفوق باش ما يتحمرش ليها الفوق ويتحرق. المهم هكا غادي ندير ليها، غادي ندخلها دابا للفران ونطلعوا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. صافي الكيكه ديالي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هنا راني خرجتها، حليت الفران، خليت الباب محلول وطفيته بطبيعه الحال وخليتها حتى بدات كدفى شويه، عاد خرجتها. دابا غادي نقلبها في الطبق ديال التقديم. غادي نخليها واحد شويه تنحس بها طاحت. هانتوما شوف كيفاش تجي، كتجي عاليه. شوفوا الطبقات كيف كيجيو هانتوما. دابا هذيك الجهه التحتانيه غادي نرجعها هي الفوقانيه. صافي التزيين يا اما تخليوها بحال هكا اولا. انا عندي هاد الصوص ديال الكراميل، كان عندي صيبت واحد الفلون وبقى لي الشيط هو اللي غادي نزين به. وغادي ندير صوص ديال الشوكولاط حتى هو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.